فكنعتقد بانه يمكن الحصيله كان بامكان تكون افضل، لانه كنعرفوا الرياضه المغربيه دائما كانت حاضره على المستوى العالمي وعلى المستوى الاولمبي. صحيح بانه جوج ديال الميداليات، ميداليه النحاسيه بالنسبه للمنتخب الاولمبي، الميداليه اكيد الذهبيه اللي نبغيو نهنئوا سي سفيان البقالي، اكيد اللي شرف المغرب وشرف المغاربه، ولكن اعتقد بانه بمزيد من العمل خصنا يعني نعملوا، خاص كل واحد من الطاقه ديالو ان يتحمل المسؤوليه ديالو، فبامكان الرياضه الوطنيه تمشي يعني في طريق المسار اللي بغينا كاملين. كما قلت هناك طاقات كبيره في سواء داخل ارض الوطن سواء خارج ارض الوطن اللي بامكانهم انه يحملوا الرايه المغربيه، وان نشوفوا دائما المغرب يكون من يعني ضمن الدول المتقدمه والدول اللي بامكانها تحصل على ميداليات كبيره في العديد من الرياضات، ليس فقط في الرياضات اللي احنا اكيد دائما المغرب معروف بها كالعاب القوى ككره القدم، ولكن كان رياضات اخرى اللي تبرز، ولكن كما قلت شريطتها يكون هناك عمل ونفتحوا الابواب لهذه الطاقه الشابه. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيك بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.